بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أقيم مساء أمس الحفل الختامي للنسخة التاسعة من جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي، حيث أكد سموه على أهمية هذه الجائزة في إحياء ثقافة العمل التطوعي والإنساني في المجتمعات وإبراز النماذج المضيئة التي قدمت وبذلت من أجل نهضة مجتمعاتها، معربا سموه عن تهانيه للفائزين بالجائزة شاكرا للقائمين عليها جهودهم الطيبة. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة أن التكاتف وسيلة ناجحة لتحقيق غايات المجتمع والمحافظة على استقراره الاجتماعي وتأصيل ذلك في نفوس الأجيال الجديدة. وأضاف سموه أن الجائزة هي مناسبة للوقوف سنويا على مستوى التطور الحاصل في مسيرة العمل التطوعي في مملكتنا الغالية وعالمنا العربي. وأكد سموه أن مملكة البحرين سعت وبتوجيهات كريمة من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله لتعزيز ودعم الدور الكبير لمنظمات المجتمع المدني. وأشار سموه إلى أن البحرين ممثلة في الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أدركت أهمية دور منظمات المجتمع المدني، لذا فقد حرصت على أن توليها جل الاهتمام والرعاية في ظل إيمان راسخ من سموه بدعم ومساندة المبادرات البناءة. ورفع سموه أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على تبني منظمة الأمم المتحدة لمبادرة سموه باعتماد يوم 5 أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير، في مبادرة تؤكد مساعي سموه الحثيثة لنشر ثقافة السلام وإزالة أسباب التوتر التي تعيق جهود التنمية في العالم. وأعلن سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة عن تدشين مبادرة إعداد الشباب القادة في البحرين والتي تنظمها جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة في خطوة جديدة نحو بناء القدرات الشابة وتأهيلهم نحو تولي المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص وتوجيه أفكارهم وابتكاراتهم نحو خدمة الوطن في جميع المجالات وكذلك تعزيز التعاون الخليجي. وأكد سموه أن الجائزة هي تجسيد حقيقي لقيم البذل والعطاء، مشيرا إلى أهمية التطوع كأحد العوامل الضرورية في تعزيز الانتماء والولاء للوطن، لذا فإننا نعتز بأن تكون الجائزة مواكبة للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا. ونوه سموه إلى دور الجائزة في إبراز القدوات البحرينية التي نفتخر بها في جميع المجالات. وعبر سموه عن تقديره واعتزازه بالدعم المستمر من الوالد العزيز سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء الذي كان ولا زال السند الدائم لمبادراتنا التي تخدم الوطن. واختتم سموه كلمته داعيا كل الفائزين بهذه الجائزة إلى استدامة العمل من أجل رفعة عالمنا العربي وتعزيز مكانته بالصورة التي تليق بتاريخنا وتمكننا من السير وتمكننا من السير نحو المستقبل بخطوات واثقة. بدوره ألقى السيد حسن بوهزاع رئيس جمعية الكلمة الطيبة كلمة أكد فيها أن اللقاء السنوي في حفل توزيع جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي بات منصة جامعة لكل الجهات والأفراد المعنيين بالعمل التطوعي في مملكة البحرين والدول العربية، والذي يتم من خلاله استعراض مسيرة التطوع الحافلة في مملكتنا ووطننا العربي. وقام سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة بتكريم 14 شخصية من رواد العمل التطوعي من 13 دولة عربية مشيدا بإسهاماتهم في خدمة مجتمعاتهم، كما قام سموه بتسليم جوائز أفضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين للأفراد والجمعيات التطوعية والجاليات المقيمة في المملكة.
من جانبهم أعرب رواد العمل العربي التطوعي المكرمون عن شكرهم إلى سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، مؤكدين أن جائزة سموه تسهم في تشجيع المبادرات العربية التطوعية، كما أشادوا بجهود جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتطوع. بداية أود أن أشكر الوالد سمو الشيخ علي بن خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على تشريفه اليوم للاحتفال. الحمد لله هذه العام التاسع على التوالي لنقيم مثل هذه الجائزة العمل التطوعي، والله الحمد مثل ما شفتوا اليوم الحضور وتكريم الناس اللي ياو، هل كلهم لهم بصماتهم لهم مبادراتهم في المجتمع العالم العربي، ونتمنى دائما أن نشوف مثل هالمبادرات وتكريس قيم العمل التطوعي في المجتمع. مثل ما تشوفون الكفاءات العربية موجودة لله الحمد، فالواحد يفتخر بهالكفاءات الموجودة ويتمنى دائما أن يشجع الشباب بمثل هالمبادرات الطيبة. فالحمد لله إن شاء الله أن احنا دائما نشوف الفرص كيف نطور هالجائزة. 9 مواسم متميزة حملت رسائل متنوعة لفتت أنظار العالم العربي إليها لما تحمله من فكر خاص، فجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة للأعمال التطوعية ما هي إلا لبنة أساسية لإطلاق المزيد من المشاريع التطوعية التي تصب في مجرى الارتقاء بمجتمعاتنا العربية. هذه الجائزة لا تنظر من زاوية أخرى أكثر إيجابية، وهي زاوية الخير اللي قدمه الشباب تحملهم للمسؤولية. ولذلك أنا أشوف أن واحد من أفضل إنجازات هذه الجائزة أنها تعطي الشباب الإمكانية أنهم يبرزون الأعمال التطوعية الجميلة واللي في مختلف المجالات وفي مختلف وحتى تعطي يعني خدمات لمختلف الشرائح في المجتمع البحريني. خبرات الأمس هي نبراس اليوم، استقبلتها الجائزة وكرمت روادها العاملين في مجال العمل التطوعي ليكونوا انموذجا مشرفا للأجيال القادمة. الجائزة والمبادرات التي الآن في عامها التاسع تؤكد أولا مدى اهتمام مملكة البحرين بدعم الأعمال التطوعية والإنسانية، وأنا متأكد أن هذه الجائزة سوف تكون رافد كبير وقوي لنمو مفهوم العمل التطوعي والإنساني ليس فقط في مملكة البحرين وإنما في العالم العربي والعالم أجمع. نقدر لمملكة البحرين هذه المبادرات الجليلة. حصولنا على الجائزة هو تتويج لمسار في العمل التطوعي اللي قمنا به على مستوى بلدنا في تونس، وسعداء جدا انه مملكة البحرين اتاحت لنا الفرصة من خلال هذا التتويج كأداة للعرفان للعمل اللي قاعدين نعمله فيه في بلداننا في مجال التطوع والعمل الخيري والإنساني.
هذه الجائزة تحتضن أفكار شباب البحرين وتفتح المجال أمامهم للبحث عن كل ما هو جديد ومتقدم في مجال العمل التطوعي ليطلقوا مشاريع قد يكون لها بالغ الأثر في المجتمع. الحمد لله اليوم فزنا بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لأفضل مشروع تطوعي بحريني. الحمد لله كانت الفكرة مهرجان استكشاف الغوص مساندة لرؤية سيدي جلالة الملك عن موضوع منتزه الغوص لأكبر طائرة في العالم في البحرين. الحمد لله أنجزنا إنجاز عظيم، وهذه الجائزة هي حافز لنا أساس أن نبتدي في نسخة قادمة في السنة القادمة إن شاء الله في نفس الموسم. ها هي جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة تمضي قدما لاستقبال المزيد من المشاريع المتميزة في موسمها العاشر، خصوصا وإنها تعد تجسيدا حقيقيا لقيم البذل والعطاء التي يتميز بها المجتمع البحريني خاصة والشعوب العربية عامة. مسابقة رائدة لفتت أنظار رواد العمل التطوعي منذ انطلاقتها الأولى لتكون المساهم الأول في تشجيع العاملين في هذا المجال على إيجاد المزيد من المشاريع المتميزة التي تخدم المجتمع بالدرجة الأولى. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.